هذا كسو يري وهذا النجا نيدي نكجري أو النجا واحد بدن أن كفكريني يوغاندا يو بروندجا انتبه إذا ماذا وح جوجاني وإن الصومالي العكس ميان وحي قاتان مشارات فوق الأقلية هين وإيسان قادن إذا ماذا إن الصومالي سومجستي أشعه مركا عنيك كفكرة هان تيدا عنيكو موادن صومالي هذا وحان عطسانيا إن إيسان وح أي نو قبانا ياهو إيسان جرين ما دام إيسان وحبان نو قبانا يمين أي بدر كلية ميشان كعونا يان مركا إيسو دقيان والله يقاناهو أيغو عاتاهي يمادين أنت كجرتو إيرا بوركا يو أنت بالك يشكك اللي لازم تبقى كلي قفك مركا لكينا يو أنت أي مركا يبحيان أنت ودحي سوال لأركا مركا أيغو عيلان أو درقي أو إلا ما دوكا قرتاه قدار تين الله أي أو إلا ما دوكا قرتاه النفقة ذي إنك درقي ماشان كبحان سيداس درتاد وحان عطسانا يا أنيغو موادن سومالي هذا إنا إنوغا قبحان ودنكا وقدن كأي نوع تجانو فاروجيان أننا جا إسكوفيلان ما تإسكوفيلنا شان قرني وإلهي مهديس وحواي وقدن كينا وبرواق صورا وحواي برواق هذا كجر تاني على صباح نحن جانا على كربوس دي بعد هذا ذا بدن سببته مع يلي شعبك يو شروذاها أنت بقى جوا إسكوميت سببته حديني يوغاندي سوى حلا جارسيو أيو سوماليو قفكو أركو دلا مركز سيدات ترتيب هذا هو أول لقاء عينتي بحلقة هرا وحيس ميجرين إني بابور تجيران إني موتوين في الجيجفشان سياس ترتيب هذا ما دام بالك إشي قوانين لسميي أو بوليس أيها قد لحظة وضعه لكيني أو لقاء دبتي إلى مدوكا قرتاي واح بدن قطرر لسميي هذا شعبك وحميي لكران إنك استو أي جيد يو بالك إشي نكادو ميراها أيها لقود دباتيو أي دباتوين كسميان kullay ka ayaga ay dawladooday taasi qusaysa laakiin waxaan la joogo marka aan ka hadalno waxba nooma qabtaan laakiin dawladoodu ayagu garaabaysaa ha keenano ninkii ugu sareeyay ha keenano way isugu keenay een waxba isuma keenad duriyan laakiin een waxa jirtaa waxay tahay maxaan ku dheefnaa anagu oo naga soo galo waxba naga ma soo galaan inay wax naga baxaan maahin mideeda kale tood waxaad arkaysaa een sida inta badan diyaaradahooda wax meesha la yaala inta diyaarad looga qaadaya waxay ku socotaa anshuuraadka siibaalkiisheenikeed lacagtaas waxay ku socotaa Soomaaliya ku socotaa maalin walbaba deyn baa la cafiyay deyn baa la galay deyntaadi ma qaataan ima qaatamaya waa ayaga ay kaliya waxa deyntaas qaato sidaas darteed inta ay deyn ugu soo kordhilayeen waa inay naga baxaan ayagu meew arrinkaas madaxweynaha ka soo yeeray hadda markii hore aan ka hadlo isku deeraayay inay ka dhiibto horta ciidankan Ugandeska wax inoo hayeen malahan ebel حواي ودود مركي أنا لكل أنا دبعت بدن أنا كل كل مديرني مركي مرا يعني هذا باستا أنا جامعة دوس على هيجاري ما دم شدة باستا ده هسي أركي باورك مركي كده جوا حب ذاك بالعوين مركي واحد فائدة إنه هاي الملهن أنت صو محل دبعت صو مالدين أوجستين مدة كلا تاني واحد مركي لوير رأيك واحد مسك في العليان وهو بكو بلاش تي بلاش وديبان وين كأردن ما هندب دق على ما دبوا كل دفاع هذا ما لكن عدو بين يقود يعني حوا دتك وحسيان هو كل مال بلاش كوب أحيان حل رغبك مركو ودن تجو أمني مركو سجا ولا هاي وينو حل هاي أمني سي لغة تلقى سجا أنا هاي رح مصوبة مشارو قادنا يا كون لو بغلقاتا هذا سنكبرن عيد كان سامالي سدح بغلقاتا منو غلمو وسدح بغلقبرن وينو قاتا مدة كليتنا ومشي تاعهم حي تاع ثلاثة أي تاعينه سيفيس في عن ما وقفتانه والشعب كي يقص ولا وانا يعني هاد معناه رح علاش أقدم بس أتيم نويل مساكين دردرين ودت كي حبذين لرقوا في دعوين مركا بصور الشيء مشاري وجوغان يعني العكس سميان وأنا صح بدنا مركي لو يديو دت كا وضنك جوا الحين هن نكي يوغانديس كا مركو محلها يوصومالي جوا عدي سو حواي لكشري يكونوا ليهم وريقوا رح يكونوا ليهم وأنا صح وركي سو أنا ورجرو marka way ma tahay in dii go'no horeen intaan wax iga dambeeyna anaga baxaan wadanka waxa weey ma jirto qof oo maartay bila micnalaan ya adiga wax ku qabanaya wax ku sameynaya guriga ku dhisaaya dalku ku dhisaaya bila micnalaan ma jirto marka hadii uu sidaa yiri kulli qof walba oo fikir buu ka hadlay fikirkiisa ayuu ka hadlay muhiimaduna waxay na tusaysaa oo taas nagu baraarujinaysaa inaan anaga aan wax qabsano cid wax noo haydaana isa jirin
marka een waa isku filanahay ciidamadeena iyo een dadkanaga shacabkanaga waa isku filanahay hadii aan maartay garab aan is qabsano een aan shurtan aan bixino oo ciidamadeena ino adeegan waa isku filanahay ma u maleynayo wax aan dhibaatooyin inay ku soo kordhinayaan dalkeena Soomaaliya ma u maleynayo wax aan dhibaatooyin inay ku soo kordhinayaan waa sababtoo ah een intaas oo sana ayay joogan een een hal kilometir oo ay tageen oo magaalada Muqdisho ka bixeen ama ay gobol tageen ma jirto oo ay wax ka sameeyeen horumar ay ka sameeyeen ma jirto marka sidaas awgeed difaaci ay soo galeen oo kuw markii imaanayay magaalada ay soo galeen ay ku jiraan waa muddo 10 sano ay wax ka sii badanaa marka intaana mushaar ay qaadanayaan oo maartay lacag la leeyahay Soomaaliya wax ugu qabanay la leeyahay marka een kulli een ma ahan hadii dad lacag la siinayo in ciidamada wadanka u dhasha la siiyo aa ka mudan Uganda waxaan dhihi lahayd reer Uganda saaxiibadeena een maadaama waxyaabo badan aan horan anagu u soo sameynay iyaguna hadda ficil ay muujiyeen ah inay wax noo sameynayaan in ay hadda ciidamadu nagala baxaan oo ay naga qaataan annaguna wadankan aan u badan bannaanaan wadankan waa naga badan yahay waa nagu filan yahay kulli waxa weeye een warkaas oo hadda sidaas oo maartay inay lacag ka sameeyaan ay u joogaan ah oo macnaha sidaa u qayaxan waxyaabo badan waa dhici kartaa inuu ula jeedo in uu isleeyahay ciidanku macnaha dhiirigelina ka heleen iyo foojignaan inuu isleeyahay waa laga yaabaa inay runtaana waa macquula way dhici kartaa.